بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب رجب ماعز بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكرنا أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما نزل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنده أربع مرات بأنه الزنا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحكم في هذه المسألة. فبعدما اعترف وأقر على نفسه أربع مرات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يرجم، ولما خرج به لرجمه فوجد مس الحجارة فجزع عند ذلك وقام يشتد، فاشتد خلفه الصحابة رضي الله عنهم فعموه حتى مات. كذلك أيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الوعظ في ماعز بن مالك رضي الله عنه بعد رجمه، وقال بعضهم: انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم تنعه نفسه حتى رجم رجم الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما ذلك الأمر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجيفة حمار شاهد برجله قال: أين فلان وفلان؟ ثم قال لهما: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. وقال يا نبي الله: من يأكل من هذا؟ قال: فما أكلتما من عرض أخيكما آلفا أشد من أكل منه. وبالتالي الإنسان يحذر أن يقع في عرض الآخرين، الإنسان يحذر أن يقع في عرض الآخرين، عسى أن ينطق بكلمة ولكن تكون هذه الكلمة سبب هلاك ذلك الإنسان وسبب ضرر ذلك الإنسان، وبالتالي قد لا يعود الإنسان هذه الكلمة التي تكلم بها شيئا. ولكن كما بينا قبل ذلك أن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، ليست بكلمة، هذا في موازين العباد، ولكن نقول دوما العمل والوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: كلا من جيبة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما أكلتما من عرض أخيكما ألفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة والذي نفسي بيده انه الان في انهار الجنه ينغمس فيها. وقلنا ان الحدود يكفر بها عن ذلك الذنب الذي وقع فيه ذلك الانسان. وثم وقفنا عند روايه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنى بامراه سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المراه فأنكرت أن تكون ذنب فجلدها حتى وتركها. قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون ذنب فجلدها حتى وتركها. يبقى هذا الرجل أقر هذا الرجل أقر على نفسه بالزنا، وسمى المرأة التي زنى بها، وبالتالي الحد يقام عليه بإقراره، ولا يقام على المرأة إلا بإقرارها، أو أن يكون هناك بينة شاهدة بذلك الأمر، ولكن لا يقام الزنا على الطرف الثاني بإقرار الطرف الأول، ولكن لا يقام عليه أو علينا إلا بإقراره، فإن أن فلانا زنى بها، فعندما عند ذلك حانوك عليها الحد من
فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها
أرسل إليه حتى قرع، حتى قرع ذلك المولود، فأتى بها بعدما وقع ذلك المولود فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت علي ثياب وشدت علي ثياب، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. قلنا إن المرجوم أو المحدود يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويدفن في مقابر المسلمين. قلنا إلا من أقيم عليه حد الردة، فهذا كافر، هذا حد الردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يبقى ده حد الردة، هذا كافر، يبقى يقام عليه الردة نتيجة هذا حد، نتيجة كفر ذلك الرجل بعد الإيمان. لكن نقول إن لم فإن كان فرصانا أقلنا عليه حتى الزنا وهو الرجل حتى الموت، فرجم حتى مات أو رجم المرأة حتى مات، عند ذلك بتغسل وبتكفل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلم، أو كان رجل فعند ذلك بتغسل ويكفل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلم، فأمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلي عليها رضي الله عنه أن المرأة يعني الوان، وهي المرأة الغامدية،
فترة زمنية طويلة، وفي كل مرة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا المرأة، ولكن صدق المرأة في توبة يعني ما تقع عسى أن تأتي مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أن المرأة يعني لو لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربها، لو نقول المرأة لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم حين لم تأتي المرأة عند ذلك ما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول هي كانت صادقة في توبتها وأرادت فعلا أن تتطهر من ذلك الأزمة، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها وكانت حبلا وأن حتى وضعت وولد ذلك الطفل، فأذن بذلك الطفل فردها مرة ثانية قلنا حتى تقوم بالاستقامة ذلك الطفل، فأذن فضرب ذلك الطفل وفي يده شاب يأكله، قلنا يبقى يعتمد على نفسه في الأكل، قلنا نقول قد يصل لهذا الطفل إلى سن سنتين مثلا، كل هذه الفطرة بتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتطهر من ذلك الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد المرأة وهي مع ذلك أصرت على أن يقام عليها ذلك الحد حتى تتطهر من ذلك الذنب، وحتى قال فجاء بها فطمته وفي هذا الشيء يقول فأمر بالصلاة فدفع الرجل من المسلمين فأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، يبقى حفر لها نقول هذا أسطر، ولما أمر بشد الثياب عليها نقول هذا أسطر للمرأة، وأن الآن الإنسان لو مست لو وقع عليها الحجر ومست ألم ذلك الحجر نقول قد يعني يختل توازن هذه المرأة فتقع عرف فتنكشف فتنكشف المرأة، فكان الحفر للمرأة هو الأسطر، لما أمر بشد الثياب على المرأة هذا أصل للمرأة حتى إذا وقع لم يتكشف من شيء، وأمر بها فرجمت وكان خالد رضي الله عنه في من أمرهما فرجمها بحجر فوقع قطرة من دمها على ركبتها، تقول تناخرت الدماء من هذه المرأة حتى وقعت قطرة من الدم على خد خالد رضي الله عنه فشبهها عند ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدي لقد تاب الدم لو تابها صاحب المجلس لغفر له، وأمر بها فصلي عليها فدفن. نقول في أحيان كثيرة بننظر إلى ذلك العاصي وكأنه كفر برب سبحانه وتعالى، ننظر العاصي لا شك الإنسان لابد أن يبغض المعصية، لابد أن تبغض المعصية، وبالتالي بين قبل ذلك العبد لابد أن يفتش في قلبه إياك وحب المعصية، إياك وحب المعصية حتى لو لم تأتيها، إياك وحب المعصية حتى لو لم تأتيها، فعلى ذلك الإنسان يبغض المعصية من قلبه، ولكن نقول يقع المسلم في جنة مسلات إن توفرت دواعي المعصية، ولكن عليه أن يعود وينيب إلى ربه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبل التوبة عن عبده ويعفو سبحانه وتعالى عن ذلك الذنب الذي ذنب بالعبد طالما توجه بصدق إلى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، يبقى لا تسارع في شبهها، لا تسارع في شبهها، هي نالت الجزاء، أقول وقعت في جريمة وجزاء هذه الجريمة العقوبة المقدرة أنها ترجم الحجارة حتى الموت، فرجمت هذه المرأة حتى ماتت، وحدود كفارات، قلنا بالضبط كده كما يحدث الإنسان في يمينه، يبقى الإنسان أقسم بربه سبحانه وتعالى لا يفعل كذا، ففعل كذا، يبقى نقول أنت حلفت في اليمين فعليك كفارة اليمين، لما بيكفر على اليمين نقول هذه الكفارة يمحى بها الذنب، الكفارة يمحى بها الذنب، لذلك الحدود كفارات، يبقى أقيم عليها الحد نقول هذا كفارة للذنب، يبقى بيغفر به الذنب، نقول يمحى به الذنب، يبقى ده دي الحد ده مقابل هذا الذنب، فإذا أقيم عليها الحد يبقى تم محو ذلك الذنب، وبالتالي نقول لماذا قام شبهها؟ فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقيم الحد على الإنسان يبقى يستغفر له كما بينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من توبة هذه المرأة أنها كادت بنفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تبها صاحب المجلس لغفر له، صاحب المجلس قال هو من أقبح المعاصي والذنوب والوقار، ويقول والذي يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق، يبقى صاحب المجلس اللي هو أساساً
الغسل بتغسل وبتكفل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، والحدود كفارات. يبقى لما أقيم لها علي ذلك الحد كان كفارة لذلك الذنب الذي وقعت فيه، كان كفارة لذلك الذنب الذي وقعت فيه تلك المرأة. ثم ذكر في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من وراء حمر لا إلى السندور، قال حمر لا إلى السندور أي حمر لا إلى صديها. يبقى الحفر كده نقول ليس بحفر على القدم فقط، ولكن حتى يصل إلى السندور أي إلى الصدر، إلى الصدر. فحمر لا إلى صديها قلنا حتى ترجم المرأة، فإن وقعت وماتت لم يتكشف منها شيء. يبقى حتى في هذه المسألة نقيم الحق عن المرأة، فننظر إلى مجال ستر عن المرأة حتى لو أقيم على الحد، نقول معناها المرأة فجر زنى، ولكن ليس معنى ذلك هو أن نكشف عن عورة هذه المرأة، فلا بد من سترها. لذلك أمر بشد الثياب عليها وأمر أن يحفر لها إلى الصدر حتى نقول إن ماتت المرأة ومست طبعا مست حجارة، يبقى عند ذلك نقول هذه المرأة إن وقعت يبقى لا يظهر منها شيء، فإنها وقعت في حفرتها، وبالتالي عند ذلك نأمن ألا تكشف شيء من تلك المرأة. كذلك أيضا ذكر في رواية ثم رماها بحصار مثل الحمصة، ثم قال ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال بالتوبة نحو حديث بريدة. في رواية رماها بحصار مثل الحمصة ثم قال يبقى أيضا فنمي كده بين التقي وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه أو عن تقبيح، نهى عن ضرب الوجه أو عن تقبيح الوجه، فكذلك حتى عند إقامة الحد، قلنا إقامة الحد الذي يقام على هذه المرأة تفقد من جلال الحياة، يبقى تفقد من جلال الحياة، وعلى ذلك قال ارموا واتقوا الوجه، يبقى على ذلك نتقي ذلك الوجه، يبقى بيضرب في الرأس ونقول لكن يتقي عند ذلك ألا يمس ذلك الوجه، فالوجه لا يضرب، قلنا سواء كان في التهديد أو حتى في إقامة ذلك الحد، حتى في إقامة الحكومة أو كان في مجال التهديد يبقى بنتجنب الوجه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتقي الوجه، فالوجه أساسا تلتقي ألا يضرب الوجه وكذلك لا يضرب، فعود رماها بحصى مثل الحمصة، فاستند المعنى أن الإمام يبدأ برمي نقول ذلك الزاني أو الزانية حصانا إن أقر على نفسه، يبقى إن كان الإضرار من الزاني لا يكون، أما إن كان نقول حكم الزنا ثبت على ذلك الزاني كنتيجة البينة، أول شيء بيبدأ أو أول مجموعة تقوم برمي ذلك الزاني المحصن هو البينة، الكلام ده لو ثبت فينا فلان أو فلانة عن طريق البينة، يبقى نقول البينة هي التي تبدأ برمي، برمي ذلك الزاني المحصن أو الزانية المحصنة. أما إن كان الإضرار من الزاني وكان محصنا فيبدأ الإمام بالرمي حتى لو كان بحجر صغير، حتى لو كان بحجر صغير إذا ببدء رمي ذلك الزاني أو الزانية المحصنة حتى الموت. قال ارموا واتقوا الوجه، فلما قامت أخرجها وصلى عليها، يبقى لما ماتت أخرجوها فغسلت وكفنت ثم قدمت فصلي عليها، فصلي عليها وفي وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى قال عمر رضي الله عنه أتصلي عليها وقد زنت؟ قال قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد بن الوليد أنهما ذكر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله،
أعطى الحاكم بقتل ذلك القاتل
صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرايت رجل يحمي على
قدم وجهه وهو يطاف به فلا سنه ما عبد الزهر في كتابه قالوا قال فأحلوا عرض منه فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الزنا في كتابكم فقال الرجل ولكن ظهر الزنا في أشرفها فكلمة أن يطلق الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون شيئا عن هذه الأحكام، ولذلك ما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه
صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة على القريب الفقير صدقة وصلة، يبقى الصدقة على الفقير يبقى صدقة، والصدقة على الفقير لو كان قريبا يبقى صدقة وصلة. فهي عندها أخواتها مثلا من النساء فقراء، زوجهم فقراء، ما فيش حرج أنه تطعمهم الطعام، ومش شرط تطلع جزء لدول وجزء لدول، لكن دول فقراء هم أولى طالما أنهم فقراء. قال أصلي الفجر في جماعة في مسجد آخر ثم أتي لهذا المسجد فأجد الجماعة مقامة، فصلي الفجر مع مرة ثانية بنية ما سبق من تقصير في صلاة الجماعة، ما سبق من تقصير في صلاة، وكان يفوز بأجر الجلوس في المسجد إلى الشروق وكذا ثوابك، فما حكم ذلك العمل؟ هو لو أنا صليت الفجر في مسجد آخر وأتيت هنا إلى المسجد، لو وجدتهم بيصلي، لو دخلت المسجد أصلي معهم، دخلت المسجد ممكن أقف خارج المسجد لغاية لما يصلوا، بس لو دخلت معهم يبقى في الحالة دي أصبحت لي نافلة، الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى. أقول والله أصلي الفجر مع مرة ثانية بنية ما سبق من تقصير صلاة الجماعة، لا، أنا بدخل هنا يبقى لو دخلت هم لسه بيصلوا، طالما دخلت المسجد أصلي معهم، صلي معهم. لو انا اساسا صليت وعايز ما ادخلش لغايه لما يصلوا اخليني خارج المسجد، ولما بدخل بس بصلي تحت المسجد. طبعا لو دخلت معهم ويصلوا وصليت يبقى على ذلك دي تحتسب لك نافله، ودي تقوم مقام تحيه المسجد، تقوم مقام تحيه المسجد، فما يقومش يصلي تحيه المسجد تاني خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الانسان اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى كان شغل البقعه من المسجد يبقى ما تتمش الا بعد الصلاه. فلو صلت فريضه يبقى خلاص قامت مقام تحيه المسجد في ان انا اشغل هذه البقعه، فهو لو دخل هنا يصلي معاهم، لو دخل يصلي، ودي تحتسب له نافله، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كيف انتم ان امر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاه، قالوا فما تعنون ان نفعل، قال صلوا صلوا وقتها فان ادركوكم فصلوا معهم فان لكم نافله. يبقى ذكر كده للصحابه رضي الله عنهم كيف انتم ان امر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاه، قالوا فما تعنون ان نفعل، قال صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى الأولى هي الفريضة فقط والثانية بتبقى نافلة. تعدد الأقوال في استخدام السبحة في الأذكار ما بين مؤيد ومعارض، قد قرأت فتوى لدار الإفتاء المصرية تؤيد ذلك الرأي وتفضله، فما القول؟ وقد قرأت فتوى لدار الإفتاء المصرية تؤيد ذلك الرأي أنه رأي ما بين مؤيد ومعارض، وقد قرأت فتوى لدار الإفتاء مش عارفين أنه رأي بتأييده، فما القول الفاصل في ذلك؟ يعني هو يعني لما نسبح على الإيد أصابع اليد يعني دي هتسأل، أنت عارف أنت دي هتقوم شهيدة على الإنسان، شهيدة على الإنسان، فمسؤولات مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأمر اللي فيه خلاف هنبعد عنه، يعني نبعد عنه طالما ان احنا نتمكن، طالما ان احنا هنتمكن من اداء الامر على اليد، فنقول على ذلك خروج الخلاف ده بين مؤيد ومعارض، فانا اقدر اسبح على ايديا واعد كده على الانامل، اعد على الانامل، فخلينا نعد على الانامل ونخرج من الخلاف. يعني هل الاغتسال يغني عن الوضوء ام انه يجب الوضوء بعد الاغتسال؟ الاغتسال هيغني عن الوضوء ان كان لرفع طبعا هنا عذر مانع، يعني زي غسل جمعة، زي غسل مثلا جنابة، زي اغتسال المرأة من الحيض، يبقى نقول ده رفع المانع، رفع المانع. وبس طبعا هنا لما نغتسل يعني بصورة أولا نبدأ بغسل القبل والدبر، وبعد كده بنفيد الماء على كل البدن مع إدخال الماء إلى الأنف والفم، لو اغتسلنا بهذه الصورة، إلا لو كان الإنسان بقى بيغتسل ومس العورة في آخر غسل، ما مس العورة ده ناخد من نواخد الوضوء عشان نقول الغسل ده أنا أصلي بيه، يبقى هنبدأ بغسل القبل والدبر أولا، وبعد كده بنفيد الماء على كل البدن، على كل بدن، بس ما مسش المكان ده مرة ثانية مع إدخال الماء إلى الفم والأنف.
يبقى في الحالة ده يبقى ده غسل يرفع به المانع، لو كان جنابة أو كان مثلا غسل جمعة غسل مسنون أو كان اغتسال المرأة من الحيض، يبقى تصلي بذلك، تصلي بذلك. لكن هو بيغتسل كده في مثلا نص الغسل كده مس العورة، مس العورة، يبقى في الحالة ده نقول يبقى يطلب منه أنه يتوضأ، يطلب منه أنه يتوضأ، بيكمل غسله رفع المانع من مثلا حيض أو جنابة، لكن عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ مرة ثانية. وبالتالي يبقى الكلام ده لو مس العورة أثناء الغسل، لكن في بدايته وفاضل ما على باقي الجسد يبقى ده غسل نصلي به، لأن تم رفع المانع، وأعضاء الوضوء جزء من أعضاء الغسل، أعضاء الوضوء أساسا بتبقى جزء من أعضاء الغسل. إنني أفعل الطاعات ما ما أقدر عليه محتسبا أجرها وثوابها عند الله عز وجل، ولكني كثيرا ما أشعر بالتقصير وأن هذه الأعمال ربما لم تقبل عند الله، وأشعر أحيانا أخرى أن الرياء ربما يكون قد دخل إلى بعضها، وخاصة أنني أدعو بعض الإخوة إلى المواظبة على ما أفعله من الطاعات، فكيف أتخلص من ذلك الإحساس؟ أفعل من الطاعات ما أقدر عليه محتسبا الأجر والثواب عند الله عز وجل، ولكني كثيرا ما أشعر بالتقصير أن هذه الأعمال ربما لن تقبل عند الله تبارك وتعالى. لا، أنت تمم العمل وإصلح النية وإخلص العمل لله تبارك وتعالى، ما تخليش الشيطان يتسلل كده، يعني أنك أنت ده عمل